طلع حيث تتواجد البلطجة تتواجد ميمس. ايه ميمس ماله ده؟ صباح الخير يا قبطان. صباح الخير يا سيدي، ماله ده؟ الولد ده مامته بتديله مصروف 700 جنيه في الشهر. هايل. بيديني منهم 200 جنيه بلطجة. عبيط. وصلتني معلومة ان مامته زودت المصروف بقى 900. فين الزيادة بتاعت ميمس؟ يا ميمس مش عايزك تزعل نفسك، الناس ما بقاش عندها ضمير، ربنا معاك. ميمس خطفتهم ازاي؟ اقول لك بعدين يا ابطال. بقول لك ايه، خلي رجالك يبقوا 100 100. ها انا يا باشا، انت عارف الكلب ده كان عايز يعمل ايه؟ يا باشا كان رايح يخطب سلوى. ها يبقى ليلته طين. اهلا وسهلا بالعريس، اهلا بننوس عين ماما. ميمس يا باشا، طابور استعراض على الماشي، ابتدي. الراجل ده دراعه اتقطع ليه يا ميمس؟ عشان حاول يسلم على انسه سلوى في محطه الرمل. سمعت؟ اللي بعده اتفضل. وايه اللي عور له عينه يا ميمس؟ ده غمز لابع نفسي لجابر. قلت شوف له حاجه، اتفضل. طب وده عمل ايه ده؟ ده كان بيتطاول عليها في الازاريطه، يتطاول اشرف اختي صح ولا؟ يا نهار اسود ميمس، خلي بالك لتاني مرة تثبتني في حياتي وانا ساكت. سامحنا يا قبطان، احنا اصحاب اه، بس الشغل شغل. شغل شغل؟ هو انت كمان بالليل حاجة وبالصبح حاجة؟ هي فرقة في البلد؟ خلص يا قبطان بقى، الريح في دماغي قلبة ومش طالبة، هي قومة وقلبة. الحقيقة انا مش فاهم لان في مرادفات كتير في الجملة، بس انت فعلا هتعملها معايا يا صايع؟ خلص يا قبطان، ده محل اكل عيش وانا مش عايز اخسرك. بيكلمك. ايه ده؟ امير قبطان. امير قبطان ايه؟ كنت انتحار ولا ايه؟ تعبت، تعبت يا قبطان، تعبت من الفقر والبلطجه والتثبيت. المهنه ما بقاش ليها احترامها، كنت زمان تثبت الشاب من دول يطلع اللي في جيبه بمنتهى الادب ويقول لك في امان الله. دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب، حتى البنات بيطلعوا حاجه يبخوها في وشك، دي احنا كفراء، ده شغل. زمن التثبيت الجميل انتهى يا قبطان. من رايح على فين انت دلوقتي؟ تعبت وقلت اهي، قالوا لي ايطاليا لسه فيها شغل على نضيف، حطونا في مركب في شويله ورصونا زي الخرفان المذبوحه. صعبت على نفسي، رحت نط سامحني سامحني. بص لي كده، خلاص خلاص بتكنيك.